السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صبحكم الله بكل ما يسركم في الخيب البرمع. كم هذا حين حيبة حشي أبوكم. ما أبغى يعتدل الجو وما أبغى يعتدل، لا إله إلا الله، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. لا إله إلا الله، اللي الله فكنا من هاي اللواهي، افتكينا من النقاز، افتكينا من الهويات، افتكينا من الغبرات، افتكينا يا ابوك من الشكل. لكن هذا حال الدنيا يعني، على فكرة يعني هذا هو حال الدنيا يعني، في كل دار في كل دير وكل، وترى الهويات ما تي إلا جل شيء، والبرد ما يجي إلا لجل شيء، والحر ما يجي إلا له معنى وتنظيف وشيء، وهاي كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل فيه حكمة. بالنسبة للجو اللي ذاك طلعت، حتى الإنسان سبحان الله يوم عدل ويوم مايل، يوم متكدر يوم ضايج، يوم فرحان يوم مسرور، يوم حزين يوم، يعني فهذا حال الدنيا كلها يعني هالنمونة. فلازم ما يتضيج لأجل شيء ولا يكدر خاطر لأجل شيء معين، لأن هذا شيء تدابير عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يصبر ويحتسب الأجر، وهذا كله فضل، كله فضل. لا تحرياك شيء هذا لأجل أنك أنت يعني ضار ولا عدل ولا مايل، من يجيك شيء الله سبحانه وتعالى مقدرنا عليك. فهي كلها أرزاق وكلها يو شامبي عليك السلام، صباح الخير. البيبات هاي طالت عماركم، هاي فكرة كانت من زمان، من أول ما تحولت البيت. هاي ثاني مرة أركبهن، هاي ثالث مرة. أول مرة ركبناهن طال عماركم عشان تقريبا 12 سنة 13 ليل العام، يوم عدى العام يوم عدى العام الأول، يوم عدى العام الأول رفعناهن 3 أمتار. الأول كانن 6، رفعناهن 3، رفعناهن 3 وعدل الطرابيل وسوينا الدنيا وحطينا هذا. تشوفون اللي يدلن هايل، ها كلهم بيبات مالات، شفتوا الرداد، هذا الرداد نحن مركبينه، مسوين يعني شو اسمه برنامج له اسم يعني ما يسمونه، ما الرداد، المهم يشتغل كل نص ساعه لمده ثانيتين ويلطف الجو، هذه كل شيء زين. المراد يوم عدى امسات اول ما خلص المشروع دفعنا عليه هاي القيمة، جت الهويات وجلبت الدنيا هذه كلها وجلعت الشيارة ولا لها بلا أنا وغيري. والله ورد عاد خلاف المقاول ويا، قال كان شيء أبوي فيه زود خسر ترى كنت بتسوي. قلت لا إن شاء الله ما يهمك، يوم يا ما احتاج شيء أبدا، كل اللي تكسر رد لحمه ورفعه وعدل البيبات ورد وصل من يد ويدي، جزاه الله خير هالرجال المصري بارك الله فيه. والحمد لله ردت المياه الى مجاريها، يا غير غيرنا الطرابيل، ركبنا طرابيل جداد، لكن بعد الحين الطرابيل متلحه في المكان. نحن من يجي الحر يبتدي عاد شهر 5، ركبنا الطرابيل لين شهر 8 9، ليه من شهر 5، شو 5 و6 و7 و8 و9 10، 6 شهور ركبهن انا، 6 شهور طيب انطربل عازل، يسمونه عازل حراري 80%، عازل حراري 80% عن وهية الشمس. فزراعتي الحمد لله بخير، لكن هي الهواء وهذا ما سواه ابنا. شوفون ايش عم بيسار فتش على الديات، اظهر فرحانات حليلها بالظهرة، ما حد يبى السجن، حد يبى السجن، ما حد يبوكم يبى السجن ولا حد يبى الحكر. يا فرحة الدنيا فرحة بالراضة، يلا 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 أصاقل كرتي شفتوها. الله أكبر الله أكبر عليها، هاي شو من عصاجيل يا ريايرة، عشان والله عطنها شوية حال بتسوي لي ور المنكر لك رب العالمين سبحانك يا رب. اي والله بهينة تودرهن كلهن، متوحي وحدة من الدياي سودة منتفة زنبيعتة تنتيف، ما بمخلي على زنبيعتة ريشة.
هي والله سبحانك يا رب. ما حد شان بيه. شو هذا اللي تسويه انت حين؟ هذا سماد. هي كيف هذا يا ابو؟ هذا زباد لو سماد. شو هذا؟ هذا سماد اكل ماي. هي هذا ماي ياتي. هي كم بتخلي هذا له طريقه؟ شوفوا شفت الدرامات هاي لك هاك يحط ابو يونية سماد. خلا بخبرك نحن بنصوره لكم هذا شامبيه. واحد خلي ريدي بنسوي حق نفرات. كيف نمونة تتسوي؟ لا نبى واحد جديد الحين نسوي العرب. انت ما بالحين خلاف عادة. شكرا. شيء غنية اليوم ولا ما شيء؟ شيء غنية الحين ولا بعدين؟ زين يلا. يا بوش انا اللي لازم اقول إيه ما بنتي بعد. الله اكبر. صباح الخير. How are you من الحنايا؟ Why today very late? We slept very late yesterday. ها؟ We slept very late. Who? Us. All of us. Why? Because you cooked for yourself. You cooked what? You are Asha. He. هاي تبي شوفوا هذا الشبت وزنجبيل هاي الأشياء مصورينها حق المرة. Thank you من الحنايا. الله من الحنايا. I like your earring. Earring. هي. Thank you. أقولكم اليوم خدمة دهنة دهنة وجهة عن البيت. أو واليوم وقت الدواب أثرها. بس خبر حفيد قال ابوي مكمل يوم نحن ذوابه ما شيء في البيت دهنه ما شيء وفلذلك ابوي ركبه والدهنه من البارحه ويوم حموها وزهبت وكل شيء عاد الحين هي وقت تركيب حط الدويات دويات نحن نغسل في الدويات اللي هي السنوت والليلان والبر والملح والاغراض هاي يعني كل بيت وله خلط تروح على الدهنه يعني خلطة هالبو ظبي غير عن خلطة هالدبي غير عن خلطة هالشارج الفجير راس الخيمة يعني كل حد وله طريقة مخصصة حد يعيبه طريقة الفلانية حد ما يوز له حد يعيبه حد يصلح له حد يشوفها زين حد يشوفها شينة لكن نحن من الأساس خدمة الدهن ذوابة ما نحط فيها حلبة نحن من الأساس وكنا وما زلنا لين اليوم الحلبة ما تطيح الدهنة عندنا ما نحط فيها حلبة لأن نحن ما نحب الحلبة لها مكانها لها حلبة للمرابي الحلبة تنحط في ساعات في أكل معينة في بزار معين في طبخة معينة في الإنسان اللي يبغي يشربونها مثل شرب الشاي ومثل شرب القهوة لها استعمالات عديدة الحلبة ومفيدة لكن للدهنة نحن ما نفضلها فلذلك نحن مكوناتنا الدهنة اللي هي الكزبرة والبغدونس السنوت والليلان ومليح ويعني بكل أصلا من بيت لين بيت تختلف الخدمة يا ربي من يتوجف نحن عندنا الدهنة حطينا أبوي هالمرية للعود يشوفون أبو أربع أحلق في الكريال مال البكر وصار طالت عماركم لين مزرعة نتعامل مع كذا مزرعة يعني وساعات الأغيام تختلف فلا ناخذ الشيء اللي والمنا وهاي عملان أكثر من 35 أو 37 سنة نحن نتعامل وياهم وكل ما وقفت سارت أبوي السيارة وحطوا في بديها في كريالها هالمريل وتبزوا لين عين أي معوم لين فوق يشل 450 كيلو تقريبا نص طن هذا الجذر نص طن زبد ومن يتركب ويتعدل ويتنظف ويازم على هالحالة لين يخوز الملي فيه تخوز الرطوبة فيازم هالنمونة تشوفونه صافي ما في رطوبة قبل يكون مدلخ الحين شوفوه احنا صافي شوف الدهنة صافي رقم واحد فحين طالت عم يلا حطي فحين يا وقت شوف وقت حط الدويات هذه الدويات عبارة عن كزبرة
وسنوتي وليلان وطحين بر. نحن الدهنة نكرمها في الدويات ليش؟ عسب تبطي ريحتها، ما يتغدي ريحة طيارية، ريحة طيارية. فلذلك نحن نكرم الدهنة، وهذه شغلة من هالكثر سنة، من هالكثر سنة والحمد لله رب العالمين شغلنا ماشي. وهذا يعني مشروع منزلي وعليه ترخيص وعليه رقابة وعليه علم وعليه خبر، ما بلا مني من الطريق يعني. فالحمد لله رب العالمين. ليش نخليه يبطي على الضوء؟ ترى يبطي على الضوء نحن ما نشلوط الضوء، تكون قاصرة أقصر ما يكون، أقصر ما يكون. يعني شوف احنا مثلا ما الضوء بسيطة بسيطة الضوء، يلا يلا تلحق الجذر فيتقصر عليه. فلذلك ما نشلوط نحن الدهنة، نسويها ما سرعة سرعة. هاك يقولون والله نحن خمس دقائق تذهب الدهنة، هي خمس دقائق من الضوء لابد الضوء بالقوة وتتم الرطوبة فيه. فلذلك نحن دهنتنا الله يحفظكم تكمل دهر سنة وسنتين ما تعول. شو السبب؟ لأنها خالية من الرطوبة، ما فيها رطوبة، صح فيه؟ محنايا how are you? You fine? Yes. Happy? Thank you. فمن تصير وتبرد الحين شفتوا حيش قاعد في محتين الدنيا ها. فتازم الحين الضوء عليها لين تصير وتنعزل روحها لخلاصة من الدهنة، تركد روحها وترد تصفو بقدرة قادر، عبارة كأنها نضت خلاص، من تنضى تقمش عادة. الدهنة طالت عماركم لها تقميشتين، تقميشة الأولية يوم تخلى من الرطوبة مثل ما رويتكم ساعة، تقميش اللي هي هذه التبقبيقة هذه شرات القماش، تظهر التبقبيقة هذه التنبيق هذا تنبيق صافي نظيف رقم واحد. حطوا البزرات، من تصير خلاف حطوا البزرات وخذت مدتها وضربت ريحته، آزم اللي في اليار رقم عشرة من إيراننا يروح ريحة الدهنة، توصل تفوح ريحة الدهنة لين آخر البيوت. الناس الأول اللي يذوبون يحمون الدهن يعرفونهم حامين من الريحة، من الريحة، من ريحة بيتهم توصل ريحة كل شيء يتغبى إلا حم الدهنة. الدواب من يذوبون العرب الناس عرفوا إن هاي عندهم بقر ولاد ولا عندهم خير يعني. فلذاك ينعرف البيت اللي فيه دهنة من مسير يومين كريحة يعني. التقميش الثاني طالت عماركم متى؟ يوم بتعتزل الخلاصة في قاعة الجزر بتازم الدهنة شرات الزلال. بنرويكم خلاف يوم بتجهز الدهنة إن شاء الله، بنصور لكم إذا الله جعلنا من الحين. شكرا يا حفيد. إيه وتازم أبوي يازم الجدر على ما هو عليه يتسكر ويتلحف من تبرد الدهنة لين 48 ساعة من تبرد الدهنة. صبوا أبوي شيء في الباب وشيء في غراش واستوى التسبيق يعني، ما بالحين بعد يومين حين الدهنة موجه عندنا. شيء دهن عندكم حفيد ولا شوي ما شيء؟ بس زين الله كريم. والبزرات ترى تحيدونها مغسولة، أول شيء منسوفة ومغسولة ومهبوبة ومقرطسة ومعدلة ومطحونة. البزار اللي نحطها في الدويات تكون ميروش يري ميروش، ما بالطحين نعيم وايد يا حفيظ. شكرا جزيلا. Thank you. الله العظيم أنا أروح أغيب. عليكم السلام. أنا ركب بترول من سارة سيارة. هي؟ كارت مالي انطبع. وليش كارت مالي أنا؟ ليش؟ وعيرين أجيب مفتاح. ما عندها كارت؟ لا بابا. مصروف عندهم ليش يأخذون من بيزاتي؟ لا بابا هو يقول ركب مال بابا بطاقة هذا مال. شوف. هاي أول مرة وآخر مرة. أوكي. عندهم بوي مصروف مو بوي الشهري. أعطي لهم وروحي مسؤول أبوي عن بترولهم وعن سامانهم. إن أزيد حد خذ بيز من عندي بزوالك كيف؟ والله أنت مفتاجي بعد مالين. يحكم حيوم والله أنت يا النسر. شكرا شو اسمك أنت؟ عناية. لا كامل فول نيم. عناية شا. لا كامل كامل أنا اسمي خالد أحمد عبد الله الخالدي. عناية شا والدولت خان. نعم. عناية شا. دولت خان. ما شاء الله عناية شاه دولت خان، بارك الله فيك يا عناية. شكرا شكرا شكرا. مرحبا بام الحناية، مرحبا مرحبا بالحامل والمحمود. دربوا الرجيم ما يستوي الا يوم انا في ابو ظبي، ومن اظهر ابوي من ابو ظبي يخترب الرجيم.
ها صلاح شبابي. عليكم السلام. انت وين؟ في المطار؟ بتسافر؟ ورا بيت قوم حصة الله يرحمها حصة. انزين متبتي دقيقة؟ انزين يلا تريقت لو بعدك نسيت ترك بتريق عندي خلي بسويك بيض طماط ولا تشيز أومليت ولا شو تبى؟ أومليت؟ يلا الحين بخليها تسويك. لا تبطي عاد لا تبطي علي. انتوا الحين تتحرون الذباب يعيل على العرب، الذباب ابوي ما يعيل على حد، نحن ابوي نعيل عليه ومسوي له سبب. ها جالس ابوي يسمد جالس يسمد عاد الحين شوف السماد السماد طالت عماركم من اي شهر 10 و11 و12 و1 و2 و3 و4 السماد ما له وقت شهر واحد بس وقت زرت البرد وقت البرود مرة سمدت العرب لا الحين شرات البني آدم شرات البني آدم بني آدم البني آدم يوم بياكل إذا الأكل ما في ودام عيش قحي وين بتي العافي لازم أبوي الأكل يوم سمك يوم لحم ويوم دياي يوم خضرة ويوم يوم اللي على هبات الريح يعني ما يستوي القحي فلذلك الزراعة أبوي تبى تاكل قيض ولا شتا ما بالسماد بس ما تشوفون يوني هذا خط كامل 30 متر يوني ومن ناكي 50 متر بعد يونيتين لو ثلاث بس ما ينحط تكويد النخل يتسوى لخندق شرات الخبلان دور مدارة وينسمد شهر 12 شهر واحد نسمد مرتين ثلاث نسمد مرتين ثلاث نحن وحتى الزراعة اللي في البيت تنسمد مرتين ثلاث لازم تسمد صح ولا لا تسمد وتعطي يعني شيء بسيط من فوق الورد دوحين بعد شوي وجاء من عقب ما ينسقى جلبوا الأرض فوق تحت وعقب يومين ثلاث بعد جلبوا الأرض مرة ثانية وعقب جلبوا الأرض مرة ثالثة وانت ساير كل أسبوعين ثلاثة جلبوا الأرض كل شيء بدون عناية ما يستوي ما شيء بدون عناية ما يستوي أبدا ما أسمعك تخلصت انت حين الطرف هذا؟ شو ما شاء الله شوف هذا قبل التجليب وهذا ابوي شوف عقب التجليب ما يبين لا يبين سماد ولا شيء بالاخص حين يوم يصير وتسجيل رد اعتدل مره ثانيه وتغدي الارض تحرها ورس نظافه وزين وترتيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الشياره الحين بخبركم شو سالفه الانبه هذه حين بخبركم شو طريقتها وشو مشكلتها كانت في الحياه بلاها غدت هالنمونه تتلاحق السماء تحر احد يربع وراها الشر خبرتكم عنها هاك اليوم عاد الحين هذا موسمها الظهر ورد بنفسجي كامل هاي تنصب صب مره تغدي قطعه وحده كل هلم بنفسجي ما شاء الله شيره فنانه وقويه وتقاوم الحراره تقاوم الحراره ولا بلات عدوك السلام عليكم How are you صلاح ليش تأخرت اليوم؟ ما نأخذ شو ماكل؟ حب شو ماكل؟ أكل شرب عصير مع ناناس إيه وفي هذا كاجو دادود بعدام كل أكل زين يلا سيروا داخل هذا مقمد يلا أقولكم شو ما شاء الله موجودة في السوق في كل مكان موجودة رخيصة 50 ربي ما دي 70 ربي وحباي وتحبي وبخير وسهالة وشيرة قوية مقاومة للحرارة والحمد لله رب العالمين نتاجها قوي في وقت ثمرها الحين الحين تزهر عاد هاللي تشوفون شيء وايد زين منو؟ أنا وايد كلام كذاب والله وايد كلام أنا أمس ما تكلمت في دبي
أبي كشور صوت كل صوت هذا ما بأنا صوت يشابه صوتي ما أكملش أنا بس يلا يلا ما بتيس الدالي يلا يلا يبي يبي يصلح لك الدالي يلا صحيح يلا شو بند بند كنديشن بند كنديشن هذا وشغل هذاك الحين ترى صلاح بنت تحول هناك خارب نيلس الحين الدنيا براد وين خارب نيلس هي بس بتيم يا تم محمد من الدمام وهي بتعدل لنا المكان وبتزين لنا خلاص خميس وباء عاد الخميس عاد ولا السبت هي لا يا من من يوم الخميس يا حبيبي يا الخميس والجمعة واليوم السبت اليوم الأحد بعد شو شي خصك تف أغراضي الحين مش أغراضك هاي أنت بيزعل مني هذه هذا مني شو اسمها هدى أنت الله أكبر يلا عديلس أيستني راني هاك الأيام من تميت تحط الفنايل والدلال اللي هنمونه توحدتني وحده أنا أبو هاي دلال مرابي ودلال مرابي دلال مرابي علت ما تربي دلال مرابي شي خصت فيه دلال مرابي ترى بيت في عائلة وحريم وسائر ياي بيت لوفر هو بيت حريم عائلة بيت العائلة يحبون الألوان الجميلة الألوان الفاتحة بعد يوم اللون غير هذا وين شيء لها هاي أبو يدل هاي لها فنايل والماتنها هي حد يسميها دلة حد يسميها زمزمية هي والله لهن أسامي عديدة شو بتقول شو بتقول شو بلاك في اتصالات كل يوم اتصالات اتصالات مزبوط سنة عديدة دكتور قلتو انت ماله ارمس انت شو تبع ماله باباي تعالي قول دكتور شو اللي تريده بس شو يابا شو يابا لابتوب لابتوب تبع ايه لابتوب ايه مش عرفت باللابتوب وهذا حين اشوف تحت زي فتحت التليفون اول افتح التليفون زي فتحت التليفون افتح موبايل اما زي افتح التليفون انت مال تليفون هذا ابوي هذا احسن عن التابلت بلك استبيت مرة افتح شو يبى تابل يبى لابتوب سب لابتوب شو هذا لابتوب حبيب هذا لابتوب صغير هوني كبير ميودة صلاح صلاح انت حيت وين تعرف تستعمل لابتوب لا لا ماذا البيت اول فيها حتى بلابتوب ما في البيت في سلام بالليل شوف يوتيوب غني هذا الليل بالليل شو انت كلمني احكي خصاله انت كلمني لا خصالات للليل خصالات شو خصالات انت بديت خربان ابا بو بو فليد انت ليه ما خلص هالحونه مين انا مصلح وما يخبوا لا حافظ لا 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 احب ابي منهل بقول الله الله في صلاح سووا له ترتيب ماشي مشكله منيب فلاح منيب ان شاء الله بخلي منهل كل حد نصير انا ومنهل وكله بنصير عندك شو المشكله يعني لا ما بصاحي بس انت الصاحي اللي يخترب ما يصلحونه هاي كلها فسقه انت فيك بطره هذه بطران انت لا شو دوارك شو بلا تويا عم حنايا شو بلا تويا I do the egg هي so Asad eat this one ايش ايش لا 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 شلي عنه يب ثمن دراني يلا هذا ريوقك انت صلاح نحن بقى قلنا بنسوي لك كيما وبراته يا غير صلاح شفنا هالشيء ما يوالمك انت بتمتهن بتخلي طبل ثاني دبل انا في انا ناس اليوم لا لا بعيد وين سرتوا بول اخ عليك قليل ادب إيلس 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 وين عطهم شيء هالمساكين؟ مو دبي شو يعني بتعطيهم بتصير دبي؟ السلام عليكم أرباب صباح الخير وين بيزات؟ كيف أنت تمام؟ شو بقول طارن؟ طارن أبو البيزات خلاص أيوة
ويجيب بوك اكيد اليوم ولا ما يجيب؟ ايه تحمل بيك بيك مخ بالتليفون. اول بابا ويجيب على طول بوك. الحين هو اخو ممكن رشيل شيل بوك بوك من انا ولا شيل فلوس ولا شيل بيك. الحين هو اخو ما يجيب. يا ربي بعد هو سكر هذا خدم السيارة الحين هو سكر. لا لا صلاح حرام لازم تعطيهم بيزات. هو يشتري واحد جديد موبايل. هي. ما شاء الله لا يأتي كثير ولازم شوية حدية من النفرات. لا هي اليوم أبوي يبغي لابتوب. يبغي لابتوب خلي ولي نفرات يبغى لابتوب بعد. تليفون الأولي ما طالع عطي أسد قال أول شيء أبو بيزات. أسد أعطاك أعطاك تليفون؟ لا. فلوس يبغي؟ لسه ما أتي موبايل ما أدري وين هو موبايل. ماتش. عند من هالحبيب ساروا يسيبون التليفون كم يسوى؟ انا غسيل مال سلاسل انا ما ياتي مال هديه. تعب انا سر سر عقب هالفتنه ما تبي بيزات سر سر سير سير. انا بروح سياره اذا هو يجيب بوك بيجيب بوك. لا 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 تجيب البوك لا تجيب البوك. ايه مقفلين السياره انت لا تحاتي. ايوه مقفل السياره المفتاح ابوي في مخباه. المفتاح مال السياره انا اللي تعال زي بيصاصرك تعال تعال عندنا بيصاصرك ما ادري شو بيقول لك. خذ المفتاح ابوي حي فاد هذا انت حليلك حليلك رأفة الهجان يا رأفة الهجان. مخ انت مخ. اي هذا الله اكبر تترمون عليه هذا. انا موبايل بلاش ولا فلوس؟ صلاح ابوي ما عنده شيء بلاش. إذا أخو العود عنده شيء بلاش هو عنده شيء بلاش. الله أكبر. إي والله ما شيء بلاش أبوي. ما صلى المصلي وصام اللي يبغي في الجنة مقام. آمين. أقول لكم برنامجي إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بكرة بسير دبي. عندي شغل. ها؟ إيه بسير دبي شو مشكلة كنت؟ بسير ثاني وثالث ورابع وعاشر حتى أنت حاسد؟ حاسدني على سيرة دبي؟ وعب. ليش يا صلاح؟ بس شياك لحقت حد من العرب بلا قديت هالنمونة لهالدرجة الحسد حتى انت انت اخوي اخ عليك تبغاني ازعل عليك؟ نعم ان شاء الله ازعل برايمي؟ لا بابا وش كذا لا انت يوم بيخوز كورونا تصير زين؟ زين هذا الله يحفظكم ان شاء الله بكره بسير دبي وبتغدى هناك وبرد ان شاء الله اذا الله جعل المحيين هذا اولا ثانيا طالت اعماركم الاسبوع هذا الخميس والجمعه والسبت وين بكون؟ يوم الخميس بنبات في الفجيره في فندق الانتر كنتلنتل في فندق الانتر كنتلنتل في اللي في العقه اللي في العقه وين الساحبه هايتش كنت اول ما تخر من اليبن الساحبه هايتش اللي على اليمين واللي ساكلها الاول مزارع وكشتات هاي البقعه كلها تزرعت فنادق من ضمنها فندق الانتر كنت الانتر وسكنتي بتكون في فندق الانتر ان شاء الله اسبوع هذا يوم الخميس اذا الله جعلنا من الحيين. يوم الجمعه عندي شغل بعد في الفجيره ان شاء الله. عقب الغداء برد دبي ان شاء الله بيكون مساي في دبي مول يوم الجمعه ان الله اراد. وأظني بضوي أبو ظبي ما أعتقد إني بيت في دبي الله أعلم إني يعني شغل بتوم ما يشغل ترى أنا ضويت أبو ظبي وأصبحت أبوي الصبح في بيتي يوم السبت إن شاء الله. ها؟ شغل الفجيرة إمارة الفجيرة الحين لا أول. يوم لا ما جوزنا من زمان هم زمان ما جيت الفجيرة الحين أسبوع هذا سؤالنا لازم وبنسير إن شاء الله في الفجيرة لا أنا ومنهل بس هي عندنا شغل ترى سارين انا وهي مدير اعمالي اقول لكم انا سامالي وترتيب حياتي كلها مرتبه من الله خلقني لين اليوم كل سياراتي وياياتي بسير شرق ولا غرب كل منسق بالتيم الوقت وين بسير وين بي ما اخلي زرع الله وعلى الله اكيد من يوم بسير اعقلها وتوكل لازم انك تخطط وترتب وتتوكل على الله في اختيارك للسكن في سيرك في أيك في علمك في خبرك في كل ما هو يخصك. صلاح تليفونه
يوم يلمسج تي ريها مثل فايبريشن 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 من هل فايبريشن صلاح ما يعيبه يعيبه بس سيد هالرنة وحين ما الصبح يتريى من هل وتوه الحين بيحل مشكلة صلاح يومين شو بعد يومين منها يوصل كبر طالبين له يا سلام كبر 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 شو لون ابو ابراهيم شفاف زين زين اقول لكم صلاح يبا رنها تك 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 هاي اللي تساوي بس ما يعيبه هذا اللي ري التليفون ابعد انا نفس الشيء يدون الصبح يوم قلنا لكم الحين ها شوفوا زاهد الدهن الحين عشو ينحط ينحط لها السح ضروري السح السح والملحة هي اللي تحفظ الدهنة لو بتكمل سنتين ثلاث ما عولت ما يبين لها طعم ولا يبين لها ريح لكن مثل الحافظ استمر مادة حافظة عن يحوف كان لحم ولا سمك ولا دهن لازم ينحط له اللي تشوفونه لازم خلاص على حينه ويتسكر عنه يتسكر لين ورا بكرة ورا بكرة ينزل بالغراش والذباب خلاص الحين يتسكر يتخلى الجدر يخلي يخلون شوي ما يسكرون كامل حسب يتنسخ من البخار والحرورة ليه يشغلون عليه الكنديشنات لين يصير يبرد وعقب يومين من يصير يبرد قطوا قرطسوه خلوه لين عقب يومين عقب يومين يينا وزلينا ما أخبرك ما أدخله أقول لكم خليفة شاب اسمه خليفة عمر 19 سنة في مقتبل العمر مجتهد شاطر هاب ريح راعي ذوق وراعي طعم ويعرف المكونات الخلطات ابتكر كذا خلطة ونتمنى للتوفيق من الله شغلته وهوايته الكوكيز وأنواع الخلطات اللي فيها مثلا حطرنا شلنا كسمبل افتح هذا بسرعة الحق علي هذا شيء طبيعي كان ممزور على فكرة ها يعني ما بنطرش أربع حبات حوالي ست لو ثمان وهذا ها بعد كله استعملوا الهل وقالوا فنان وغاوي وريحته خنينه واللي اهم عن هذا وهذاك ترف ترف وريحته من اروع ما يكون اما الطعم فاكيد انه زين من شكل فنان ها اي والله خليفه طموحه انه يفتح محل وأنه يروج لنفسه وأنه يلقط داعمين أنه في البخيل يأخذون عنه ويتعاملون وياه لكن تحت مسؤوليتي وذوقي اللي دومكم تثقون فيه أنه شيء زين تأكدوا أنه من ألذ الكوكيز اللي أنا كنت استعملته وكنت استعملوه هلي في ريجي بيتنا فوق عن الزين جاي من البارحة وتحرته ومظهور من الفرن وهو هالشاب ما شاء الله عليه خليفة عنده عدة خلطات ويوميا بين أسبوع أسبوعين ينزل نوع بين أسبوع أسبوعين روحه يسوي المكونات روحه عند ابتكاراته وذوق رفيع وخدمته روحه في البيت مشروع منزلي ناجح عنده ترخيص وعنده رخصة من هلب اتخاذ من هلب الصحة والأشياء هذه يعني ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفجه ويرزجه من حيث لا يحتسب اليوم طالت عماركم في بلادنا في مصانع وفيه مخابز كبيرة وكثيرة وعديدة لا تعد ولا تحصى كانت بداياتهم مشروع مثل هذا بداياتهم وكنا الأول حد منهم نحن أعلننا عنه وحد منهم غيري وربعي وصدقاننا ورواد التواصل الاجتماعي الله يطرح فيهم البركة أعلنوا عنهم وأعلنت عنهم الصحف والجرائد والله كتب الخير والصلاح على هاك الإعلان نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق والحمد لله شبابنا وعيالنا من ذكور وإناث من بنات وأولاد كلهم طموحين وعندهم نظرة وعندهم حس راقي وذوق رفيع فلذلك تلقطهم إن حطوا يدهم في أي شيء يبدعون ويكون إبداعهم مميز وملفت للنظر بحط لكم رقم تليفونه وحسابه وكل شيء والكل منكم والجميع نطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله يسخركم وتقدمون الدعم اللي فيه فايدة للشخصية هذا شاب عمره 19 سنة والله الله فيه يستاهل الدعم وترى هذا إعلان مدفوع الثمن إعلان قابض عليه مجينجة وبيزات
مش بلاش، اقبض بيزات واسوي اعلان واسوي دعم بلاش وكل شيء اسوي، لكن لادمي يقول الصدق ويكون واقول وكلتك وكلت الله عليك، والشاهد الله علي اني ما ظلمت الريال هذا في مديحي للمنتج ماله. الله يسر اموره وامورنا وامور كل مسلم. تحيدون اللوز اللي قلت لكم عنها هاك اليوم؟ ترى كل اسبوع يباها زياره مره لو مرتين. شوفوا شوف ما شاء الله، هذا لازم قلت مثل ما قلنا لكم ينقص يوم هو تو منقب عسب السير اللوزة هو، كل من قصيته كل من صارت فوق أكثر. هذا كله لازم ينشل لين توصل قلنا لكم ارتفاع اللوزة الطول المرغوب فيه، الطول اللي أنتوا تبونه. الحين هي كل ما يالها تصير فوق تصير فوق تصير فوق وتغلب وتغلبها، لكن وهي تصير الظهر الركون هاي الصغار، فأنت كل ما حصلت فاقة شلهن هايل وهي بتصير فوق كله هي بتصير. شو ما شاء الله الحين ورقها شغدة ألم ما تشوفون تبارك الرحمن، وايد ضروري لين تصير تطلع لين متر مترين خلاص تبتدي عاد خلاف انت تودر هذين وروحن يتفننن ويظهرن. وحين بننزلكم بعد التصوير اللي تونا صور لك اياه عن طريقة الحفاظ على انك تخلي الهمباء او الحمضيات غادي يدع حمضي غادي يدع الشيرة متين تسوي لها يدع قوي، يعني لا يحرجها لا هو لا طهف لا طوفان لا شياته، لازم تيزها تيزها يز تيزها في هالوقت. هذا موسم اليز اللي توك زارع عنها الشيره، زرعت تم اسبوع 10 ايام لا يغرك طولها ما شيء فايده، ترى البصل يصير لي على طوله ويرد على محصوله ما شيء بيترد بويبه تحندب، لكن لازم داو زرعته وشفت ركنها ضعيف لازم تقص اليدع ينقص بالاخص من فوق معالي التطعيم اللي يظهر تحت التطعيم هذا لازم ينشل اللي تونا صورنا هناك الهداك، هذا اللي تشوفونه لازم ينشل ان تخلى بيمص قوة الهمباء الأصلية وبيظهر لك في هايك الجنقلية. موسم الزراعة حاليا، واللي منكم بيزرع قورة ان كانت لومية ولا همباء ايا كانت، من اول ما تنزرع يكون عودها اليدع هذا ضعيف ضعيف، نخليه تصير فوق. ها بنرويكم المشكله اللي نحن صابتنا العام، انا ما صابتني مشكله كان انا نسيت اني اقصها. فشوفوا الحين وين التطعيم من تطلع فوق، ها هذا كله هذا كله ها من هنا ها ينقص خلاص، تازم الهمبة على هالنمونه. هذا الحين هني هذا ينحط مبيض فطري نحاسي، الازرق اللي تحيدونه ينحط هذا طالت اعماركم المبيد الفطري النحاسي. خلطنا حينه خلطنا المبيد الفطري النحاسي ها ايوه بس، وهذا دواه وعلى الله شفاه. شوفوا ان شاء الله بعد فتره ما يقارب اسبوع 15 يوم 10 ايام زايد قاصر بينقط ورق يدي. تعال تعال منها شوف شوف وين التوقات هذه، ها بتظهر بيظهر تاج جديد ورق جديد وبتغدي تفرع وتغدي قوية، وهذا يغلط اليدع اليدع يغلط. ليش أنا الحين راويتكم التصوير هذا؟ حق أرويكم الخطأ اللي طحنا فيه العام بل نسيناه، وحين بريكم الشيرة غميضة أني أقصها لك هالشي أسوي مضطر أني أقصها. هاي بنت حولين بنت العام، شوفوا كم مطورها الحين ثلاثة أمتار سائرة في كبد السماء، شو استفدت أنا منها؟ حلو تثمر لو في الثمرة في مالتها كبر التيلة ولا كبر اللومية بتطيح بالغصن من فوق لين تحت، لكن عسب تسوي يدع متين حالها حال خواتها هايل رابهم متين هي شرات هذه غادي اليدع ما يغادي هالنمونة إلا إذا أنك قلمت الأشياء الزوايد هايل هايل ينقصن وينقص. هذا أنا لا مفروض مثل ما قصيت هذه الحينة العام تنقص، شوف طاع وين صارت شد السماء، لكن شو الفايدة؟ شرات طويل هبيل ما شي فايدة. يلا قص قصها مرة مرة قص قص ياي بعد هذا العود يلا ما يشكر فنك يلا هذا يبقى فك الله سعيد من عمل تكت فقير من لقتها والتعب كله ضروري.
ضروري ضروري. ها هذا اللي قصيته داويت يرحته ترد الداويه. ها لازم ها على ما تشوفون لازم. وهذا كله بينشر من يد ويديد ان شاء الله. بتشوفون شو بيعدي ولكم عين تنظر. مفروض العام نحن قاصين لكن ما الله كتب. بس خلاص شوف شوف النتوءات هاي اللي تظهر. هذا لازم ينشل لازم ينشل ما يتخلى لان هذا يضعف هالشيره لين تصير وتتعدى وين التطعيم. هذا وين التطعيم ما فوق التطعيم يتخلى. ها الحين هذا الارتفاع هذا انسارت بعدها فوق شوفوا هذا كله بيضعفه. لكن حاليا انتهى قص قصه هذا انتاج هذا ينقص وبتشوفون بحيل الله بحيل الله انه بيظهر انتاج زراعه قويه ماشي شراكه ان شاء الله. لا تتندم تقول هذا خضار توه جديد وغميضه. لا تتغمض لا تتغمض عليك الحين ان شاء الله بتشوفوا هذا كله بينقض بيظهر تيجان جديد في خلال شهرين ثلاثة. الله بيخلف عليك بدال هذا 10 أضعاف لكن بيظهر بركن ويدع متين. شوف الحين هذا التنقيض. ها تعال جاي من هنا شو التنظير نظر مبرع مبرق جديد. هذا هو اللي بيظهر فيه القوة ان شاء الله. شكرا جزيلا. هذا الحين صارت اعماركم عاد تشد احمر مرة زاهد الحين. هذا افتح القرطاس بكبره شوف شو هذي هاي قلناكم انا شوف هذي. ها عطني سكين سكين بسرعه ما يبى كلام. شوف شو هذي هاي مبروكم كل شيء ولا شيء. هذا كل شيء ولا شيء. لا حد منكم يتفلسف يحط ما ادري شو ما ادري شو. هذا تبين طباخ خلي هالنمونه سوي اللي قلنا لك. لا تزيدين ولا تقصرين ابدا بالضبط. هذه هي الطبخه اللي فقرناكم عنها. هذا بعد احتمال جميع اجزاء شيء طبيعي انا حبوبي. هذه الموز وحبوبي طالت عماركم شو الفقار فقار ما في الحاضر ملح ما يبال كلام ما يبال كلام. شوف الانضول شوف الطريقة وريحة الجبن ويا الدهنة ويا السنوت والليلان بالجانسات ويا بعض وغادي. عاد انا هذا ابتكاري اكثر من 30 35 سنة ولا اسويها الا في الاعياد واول مرة اخدمها لكم انتم يا مشاهديني. هذه سر طبخة ما حد يعرفها احدى الخلطات احدى عشرات الخلطات وان شاء الله انها بتوز لكم زبده. في حديقه كنت تتمشى لازم يكون عندك يا راعي البيت او راعي البستان او راعي الحديقه المقص هاي اللي تشوفه وين ما تصير. فلذلك وانت تمشي تلقط شيء عدل ولا مايل شيء مبزين ولا شيات ولانه سامانك عندك اللي بتقصبه. هذه الهمبا هاي من المنسايات شوف طالع وين ويصل بعد. ها من المنسايات هاي الحين شوف ها تطعيمها كامل لهني. هاي الحين وصلت لهني ها لازم هذه الحين بتصير بتقوى زياده فبيقوى الترنك مالها. اذا تميت تخليها هالنمونه فبتصير فوق 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 بتدي شرات الاريل. شفت الرمح شرات الرمح بتغدي. لازم تحط عليه المبيد الفطري مبيد فطري نحاسي. ليش المبيد الفطري النحاسي؟ هذا وايد ضروري للزراعه. في قصيت من الشرق من غرب من طرف من فوق ولا من تحت لازم تحط المبيد الفطري النحاسي. مبيد فطري نحاسي موجود مليون شركه وشركه لكن تطلب الاجود الانواع. ما بقدر اعطيك اسم شركه معينه لكن تطلب احسن الانواع وتخلي. وهاي تشوفون هالجهه الحين هاي اللي قصيناها الحين هذا كله بيبرع من هنا من يد ويديد في خلال اسبوعين 10 ايام. فبالوقت هذا اليدع هذا او الترنك هذا بياخذ حد بيكبر وبيقوى فبيازم يرومش الاغصان الجديده. لكن خليته مثل الاول بيصير هو فوق 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 لا بيفرع ولا بيقوى ولا بيغدي. صحته جيده للانتشار وانه يربى من يد ويديد. شكرا يا شامبي. هو هذه ها قصيناها من مده شوف ما شاء الله حينه.
شوفها كله جديد، كله جديد. شو ترنكها تحت بيبتدي عليه يتقوى حين وهو ساير. ها وهو ساير موعد القص تقليم هذا موعد الحينة من شهر عشرة وما فوق، من شهر عشرة وما فوق، مش قبل، لا شهر عشرة وما فوق. الصيف وقت الحرارة يستوي نزيف، نزيف العصارة، ما تقدر تقصص شيء ولا تقلم في الصيف حسب ما تستنزف عصارة الشيرة وتضعف وتموت. أيا كان النوع من أنواع الشيرة ما يتقلم في الحر في الصيف، إن قلمت وقطعت في الصيف استوى نزيف، استوى نزيف عندها وماتت الشيرة وتضعف تضعف تضعف وتكون مهددة بالبكتيريا والفطريات أكثر من أي وقت. يلا برايكم عن نرمس خلاف. اللي تخبرون عن التسميد السائل كيف نسوي الطريقة ونخمر السماد وهذا، بكرة إن شاء الله بنخبركم عنه. تخبرناكم نحن بعد من بدل، لكن بنخبر العام موجود التصوير التسجيل داخل داخل الله يحفظكم اليوتيوب، لكن بكرة بنخبركم إن شاء الله مرة ثانية من جديد وجديد. ونرمس عاد خلاف وحين يلا خلاص عاد غاية الصلاة صلاة صلاة، وادروا عنكم التليفونات وادروا كل شغلة. يلا طالت عماركم، لا خلاص تكتبك دير 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 هناك شوي 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 بتدام. أيوة open this one، هذا هي إيه. نورت السوشيال ميديا أبو محمد، تيليا للزهور والشوكولاتة، هذا أبو يطاشينا بوكيه كبر لادمي. تحيدوا هاللي يشلون هالعرايس في ديهم تي بوكيه صغيروني، لكن ها كبر لادمي عبارة كبر لادمي. شكرا جزيلا كلهن. السلام عليكم. أول بادي كلهن هاي اللي تشوفونهن جايات هدايا، شكرا للي يندبوها الهدايا. هذا كله من دار الكمبودي للعود. ها تحدى من هذا إبراهيم، كله أبوي من عند الجماعة، كله هذا مش إعلان. وهاي اللي بعد مطلشين بعد أغراض من قيل، كلهن عطورات وما أدري أشياء. ها منها افتح دخيل والديك، هاي ها. كله أبوي من عند الجماعة، كله أبوي هدايا، هذا مش إعلان، هذه هدايا يايات. وقلنا بنصورها لكم. الحق علي أبو إبراهيم، الحق افتح هذا. أيوة بالخيب هندوكم بيزريني على الغرشة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله لبليتنا. شكرا شكرا جزيلا، شكرا على هالهدايا الفنانة. هذا بعد مضارب عطر، ترى من عند هاي العرب، هذا مضربهم ممونتين جنهن. وياي بعد من العين، هاي تمريات العام كذي ياي النبع من عندهم. ها كله عبارة عن تمريات أشكال وأنواع. نورت أبو محمد، نورت أبو محمد، وين صرت يا أبو محمد؟ لا هاي لا هاي مرحبا الساعة الخالدي، وهاي نورت أبو محمد، هاي نورت أبو محمد. شكرا أبوي. وهاي اللي طرشوا هالشيء، ها هذا عنوانهم وهذا مكانهم. تمرية اللي يبي يسوي كابتشر بيبول للي مكانه. هذا ترى كله ولا شيء من هالإعلان، هذا أبوي كله. موقعي في الجيم اكيد، لا بتلقطوني لا في شيشه ولا في مقهى ولا في شرق ولا غرب. هذا برنامجي كل يوم من اصلي العشاء في الجيم من 7:30 فوق لين الساعه 10:30، اخلص ابو تمريناتي والحمد لله اموري طيبه ومستمر من لك سنه والحمد لله رب العالمين. مستوي نسوي التمرين لايف ستايل، يعني حياتي اليوميه، مش اني يعني لاجل شيء معين، اني يعني شوف ما شاء الله والعالم كله ما شاء الله وكل الناس فيه وكل ابوي بهذا قلبزاته ما ادري شو قفازاته عزرايل كل هالعرب، يعني ما شاء الله الناس ما شيء شرات الرياضه يعطيك حيويه ونشاط دبت حياتك. وهاي لبسه اليوم احمر على بربل. هي شو اقول لكم روحينا نمونه.